هذا السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، الإشاعات أمرها خطير، وبعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات ويقوم بنقلها على علاتها في المنتديات والمجالس والأنترنت ولا يلقي لها بالا. حدثونا عن خطر الإشاعات في الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي لا مصلحة فيه أو فيه مضرة عليه أو على غيره، ومن ذلك الإشاعات، سواء كانت الإشاعات السيئة، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو تتعلق بالأمة، فإن على المسلم أن يتثبت ولا يتحدث بها إلا عند الضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم إذا بلغه عن أخيه شيء سيء أن يكتمه وأن لا يشيعه، حتى ولو كان صدقا، ولو كان ما نقل إليه صدق وفيه مضرة على أخيه، فإنه يستر أخاه ويناصحه فيما بينه وبينه، ولا يشيع عنه الأخبار السيئة ولو كانت واقعة، لأن هذا أيضا يدخل في النميمة، في الغيبة. قد قال صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه بالبهتان، فأنت آثم على كل حال، سواء كان فيه ما تقول أو ليس فيه ما تقول، لأنك لا تخرج إما عن الغيبة وإما عن الكذب، كلاهما جريمة. هذا في حق الأفراد، وكذلك في حق المجتمع، حق الأمن، ما يخل بالأمن. فعلى المسلم أن يكتم ما يسمع من الأحداث ومن الإشاعات، ولا يخوف الناس بها أو يروجها بين الناس. هذه طريقة المنافقين، هم الذين يتصيدون الإشاعات ويشيعونها ليروعوا المسلمين ويضعفوهم. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. فالمسلم لا يكون مروجا للإشاعات والأخبار السيئة التي تروع المسلمين. وإذا كان هذا الخبر أو هذا الحدث على المسلمين منه خطورة ويحتاج إلى علاج، فليس علاجه بنشره بين الناس الذين لا يملكون له العلاج، وإنما هذا يرجع فيه إلى أولي الأمر، يرجع فيه إلى أولي الأمر ليعالجوه ويدرأوا خطره. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى كل حال المسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم بالشائعات ولا ينشر المخازي، ويستعمل الصمت والستر، ويستعمل الدعاء بالصلاح للإسلام والمسلمين، شأن المسلمين، هكذا يكون المسلم. نعم.